شوط جديد ينطلق واحد الزملاء يتواصل العتيبي موصفا لكم مجريات هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحنية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نتواصل في هذا السباق المحلي الثالث وفي ثاني أيامه هنا الأشواط العامة الخاصة لأبناء القبائل، حقائق تنطلق هذه الشعارات والأسماء المميزة، والشوط الرابع ينطلق على البركة الخاص للقعدان. تمنياتنا لجميع الأخوان المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ مباشرة مع أول المراكز، أتابع المركز الأول هنا الانطلاق والتحدي من شاهين لمنصور بن عبد الله بن ناصر العطية يسيطر على مقدمة الشوط، بينما أتابع ثاني المراكز هنا الانطلاقة من جلمود لعلي بن شفيع بن سعيد الفيدة المري على ثاني المراكز. المركز الثالث من الجانب الآخر أرى الانطلاق والتحدي في هذا الشوط اللي يحمل رقم 22 اللي هو مثير. مثير يسيطر على ثالث المراكز لحمود بن محمد بن سالم الوهيب، يغير مجريات هذا الشوط وينطلق بهذا المستوى المميز. المركز الرابع نقلة مباشرة إلى رابع المراكز، هنا الانطلاق من الباز لعلي بن محمد القبعان المري على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الانطلاقة في هذه اللحظة، زويان عبد الهادي بن جابر المري على مستوى المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مباشرة مع الصدارة والانطلاق الأول والتحدي الأول. الباز علي بن محمد بن حمد القبعان المري يسيطر على مجريات هذا الشوط وينطلق بهذا التحدي الكبير والرائع. المركز الثاني أتابع الانطلاقة، الشبل الهديب بن سعيد بن علي الجربوع المري ينطلق مع ثاني المراكز. المركز الثالث نقله مباشره الى ثالث المراكز، هنا سراب لفيصل بن عبد الله بن علي ال فهيده المري على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع اتابع هذه الانطلاقه من مثير، مثير ينطلق مع رابع المراكز حمود بن محمد بن سالم الوهيبي على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الاسم الجديد في هذه اللحظات، الركن المبارك بن خميس الهاجري يسيطر على مستوى المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مع 1200 عن خط النهاية، وأتابع الصدارة الباز. الباز متسيد هذا الشوط وينطلق بهذا المستوى المميز، هنا يقدم علي بن محمد القبعان المري مع الباز، وانطلاقة الباز في هذا التحدي الكبير ينطلق على الكادر الأول. هنا الباز على الصدارة، الباز مع المقدمة. المركز الثاني أتابع الاسم الخطير في هذه اللحظات من الشبل لهديب بن سعيد بن علي الجربوعي المري على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث يا سلام أتابع الاسم القادم، وصل الركن المبارك بن خميس بن مترك الهاجري ينطلق مع مستوى المركز الثالث. المركز الرابع أتابع لتسلل وانطلق مباشرة إلى ثالث المراكز، هنا مثير لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي أبناء السلطنة يشكلون الخطر مع مستوى المركز الثالث. المركز الخامس أتابع الانطلاقة في هذه اللحظات من سراب لفيصل بن عبد الله بن علي الفهيده المري. اذا متابعينا الكرام نعود الى الصداره مع افتتاح الكيلو المتر الاخير في اجواء الكيلو الاخير مع ال 500 متر الاخيره، هنا الانطلاق الاول والتحدي الاول. لا زال الباز على الصداره، الباز يا سلام علي بن محمد القبعان المري يتابع هذه الانطلاقة، يتابع هذا التحدي، ولكن يتابع من الجانب الآخر الشبل ينطلق على ثاني مراكز ويشكل الخطر. أيضا غير في هذه اللحظات وانتقل مباشر إلى أول المراكز لهديب بن سعيد بن علي الجربوعي المري، غير على الصدارة، غير مع الشبل. الشبل يا سلام، الشبل مع المية متر الأخيرة يشكل الخطر وينطلق إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الانتصار. ولكن الباز والشبل اللحظات الأخيرة، ولكن الشبل تهانينا والناموس لهديب بن سعيد بن علي الجربوعي المري. المركز الثاني كان الوصول من الباز لعلي بن محمد القبعان المري. المركز الثالث شاهين لعبد الهادي بن حميد بن سالم الفهيد المري. المركز الرابع
مثير لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الخامس كان الوصول المتحد لخجيب بن عايض بن فرج العذبي. إذا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك الشبل على فوز الشبل بالمركز الأول وتحقيق ناموس هذا الشوط. هذا الشبل عبر قناة الريان يهدي مالكه ومضمره. هدي بن سعيد بن علي الجربوعي المري ناموس هذا الشوط، والتوقيت الزمني لحظات وصوله إلى خط النهاية 4:45، 49 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول من الباز، والتوقيت الباز 4:45، 89 جزء من الثاني. تهانينا لعلي بن محمد القبعان المري. المركز الثالث كان الوصول الشاهين لعبد الهادي بن حميد بن سالم الفهيد المري، وتوقيت الزمني لحظات وصوله 4:50، 58 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.